السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جايز، كيف الأخبار؟ عاملين ايه؟ الحمد لله والشكر لله، أتمنى تكونوا بألف خير وعافية، وأشكركم جزيل الشكر على الفولوات ويعني واللايكات وكل شيء. اليوم جينا علشان نتكلم على الشخصيات القادمة يعني في اللعبة تاع ون بيس فايتين. هناك يعني بعض يعني الانفورميشن اللي اخذناه من بعض الصينيين، هي انه بروك هو القادم، يعني الاساس القادم هو بروك، بس يعني في انتم عارفين بشوف انه في كافانديش يعني في اللعبه، بس للحين لما سألنا وشفنا يعني بعض الصينيين اللي عندهم الانترنال تيست واللي يعني بيجربوا الشخصية قبل خروجها، يقولون بأنه بروك تي اس تايم سكيب هو الشخصية القادمة إن شاء الله في 21 سبتمبر، بس للحين رح نستنى ونشوف إذا هذا الكلام صحيح أو لا. الحاجة الثانية هي أنه رح نحظى بشخصية جديدة، يعني شخصية اس اس دبل بانر، وهي الجير فور باوند مان، يعني المحرك الرابع تاع لوفي من دريس روزا، ان شاء الله في يعني في اواخر الشهر او في بداية يعني الشهر القادم، لانه راح يحتفلوا به اليوم الوطني تاع الصين، علشان كده راح يخرج لوفي. واحنا يعني اذا شفنا يعني في اواخر العامين الاخرين انه لوفي بيخرج كثير في شهر 9 وشهر 10، علشان كده راح يخرج ان شاء الله في يعني قبل اليوم العالمي تاع الصين او في اليوم العالمي تاع الصين، يعني اليوم اللي راح يكون فيه هذه الاحتفاليه، راح يكون شخصيه مثل دوفلامينغو، شخصيه بالديفل فروت بالفواكه التابيه، لانهم راح اقول لكم ليش عملوا هذه يعني عملوا هذه نفس دوفلامينغو، لانه الشخصيات لما كان المشكل تاع الانيفرساري كانوا بيعطلوا الشخصيات كثيرة، كانوا يعملوا ديلي في الشخصيات اللي كانت راح تخرج، ومنها الاس من الاساس من شخصية تاع لوفي الكوليكشن. علشان كده بتتذكرون يعني في يعني لما اعلنوا على شو اسمه شانكس، قالوا بانه راح يخرج 30 بلس تاع الشخصيات في هذه السنة، بس للحين احنا ما اخذنا كل هذه الشخصيات، يعني للحين وصلنا الى 15 يمكن، بس ما بتذكر يعني في هذا الرقم. علشان كده هما بيحاولون يخرجوا الشخصيات علشان يحاولوا يكملوا هذا الرقم اللي اعلنوه يعني في اللايف ستريم تاع شانكس لما اعلنوا على شانكس. كما تعرفون لوفي جير فور راح يجيب فواكه ذهبية، وراح يكون معه دوفلامينغو في نفس يعني البانر، راح تقدر تحول يعني البانر تاع دوفلامينغو او تفتح على الجير فور. هذا كل شيء. ننتقل الى السيلين باس. السيلين باس هو فيرغو كما كنا متوقعين، لانه الشخصية اللي لسه ما نزلت من ارك تاع بانك هازارد. هذا كل شيء. وفي حاجة تانية انه يعني الشخصية الخاصة هي يعني في اواخر تاع التطوير وراح تخرج قريب. هذه من يعني من كلام تاع واحد من المطورين، قال بانه راح يكون يعني شخصيه خاصه، بس انا مو متاكد، لانه شخصيه لوفي تاع الكوليكشن موجوده يعني في اللعبه، يعني كل شيء بتخص شخصيه لوفي الكوليكشن موجوده باللعبه، بس للحين ما عملوا ولا ابديت ولا حاجه يقولونها على الشخصيه او وقت خروجها ولا شيء، ما قالوا ولا شيء. علشان كده لازم جايز تحاولوا يعني تعملوا سيف تاع
تخبوا شوية ديفل فروت، الفواكه تبي تخبوهم كتير، لأنه الشخصية كير فور راح تكون خيالية وراح تكون ممكن راح تكون عندها ترانسفورميشن، كما شفنا في يعني في الصورة اللي شفناها يعني في راح أورجيكم الصورة. وين الصورة؟ هذه الصورة راح تكون يعني بيز فور، راح يكون لوفي عادي ويمكن يتحول كما تشوفون في هذه الصورة، عنده ملابس تاع دوريس روزا ويعني البيز فور متاعه، ويمكن يتحول الى عفوا الى الباوند مان، علشان كده راح يكون خيالي. اقول لكم حاولوا تعملوا سيف للديفل فروت متاعكم وتخبوا الديفل فروت متاعكم علشان تقدروا تعملوا سامن على الشخصية ويعني وتحتفظوا بشوية علشان ممكن تيجي شخصية خاصة يعني كوليكشن زي شوبر اللي شفناه هو كمان. وإحنا بنتحدث على هذه الشخصيات كما تشوفون هنا، هم الشخصيات اللي بنتحدث عليهم، يعني هادو من الانترنال تيست، يعني الوضع التجريبي الداخلي تاع اللعبة في تشوبر كوليكشن وفي لوفي كوليكشن كذلك. بس للحين ما عملوا ولا حاجة، يعني ما أخرجوا ولا شخصية، رح نستنى علشان نشوف يعني في الأيام القادمة إذا في يعني أبديت على هذه الشخصيات أو أنونس على هذه الشخصيات أو ممكن حاجة أخرى. للحين أظن هذا كل شيء على الشخصيات القادمة هذا الشهر أو بداية الشهر القادم. أتمنى يكون عجبكم الفيديو guys، لا تنسوا لايك سب فولو، وإن شاء الله نشوفكم في الفيديو القادم. Peace.